بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. معاذة بنت عبد الله العدوية، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بأعمالهم فتعمل عملهم فتلحق برتبتهم. لا فرق عندنا نحن المسلمين بين أن يكون المرء غنيا أو فقيرا، وجيها أو وضيعا، رجلا أو امرأة، في رفعته أو في ضعته. الرفعة والضعة بمقدار التقوى. من انضبط بتقوى الله تعالى فهو من أهل السعادة، فقيرا غنيا وجيها وضيعا عازبا متزوجا رجلا امرأة. وها هي كتب تراجم الأولياء تترجم للنساء يندرجن مع الرجال في درب الولاية. المتوقع منك أيها الأخ، المتوقع منك يا أيتها الأخت، أن تفكري، أن تطلبي، أن تسعي، أن تبذلي، أن تصيري من أولياء الله تعالى. يا شباب، لازم تصيروا من الأولياء، لازم. ما معقول أنت تموت يوم تموت وما ذقت معنى الولاية. إذا ما صرت ولي من أولياء الله تعالى، يا خسارة هالعيشة. يعني شو عملت يا أخواني اللي ما بيصير من الأولياء؟ شو عمل بهالعيشة؟ شو ساويت؟ أخذت شهادة طب، طيب شو ساويت فيها؟ فتحت عيادة، طيب شو ساويت؟ أخذت مصاري، شو ساويت؟ أكلت، شربت، تزوجت، أنجبت، اشتريت بيت، اشتريت مزرعة. القطط تفعل كل هذا وبدون لا شهادة ولا تعذب حالها، بتاكل وبتشرب وبتتجوز وبتجيب أولاد وبتساوي بيت. وين بيتكم أخي؟ أنتم بمشروع دمار؟ هلأ بجيب لك في قطط بمشروع دمار، بيعفور، هلأ بجيب لك نمل بيعفور، كفر سوسة، ركن الدين. وين بيتكم؟ بالمهاجرين، كله في قطط وفي نمل. لا بأس أن آكل وأشرب لأنه من أجل هدف أسعى إليه. الأكل والشرب واللبس والبيت والزواج والإنجاب ليسوا أهدافا، هي وسائل للوصول إلى الولاية، حتى أموت يوم يموت وأنا أقرب ما أكون إلى حضرة الله تعالى. الولاية من الولي، والولي لغة له 10 معاني تصب كلها في القرب، تصير قريبا من حضرة الله تعالى، حتى إذا مت ووقفت بين يدي الله تعالى يقول لك رضيت عليك يا عبدي. قديش حلو يا أخوان، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله تعالى، ليس بينه وبينه ترجما. شو رأيك بس يكلمك رب العالمين يقول لك أنا رضيان عليك؟ وأتني لك يا رجل، شو بدك؟ سعادة ما بعدها شقاء. كيف الولاية؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف الولاية؟ بسيط الأمر، جدا بسيط، بس ضعه في رأسك، ضعه في دعائك، ضعه في مخططك حتى تصير إليه. أما إذا ما بتحطه بمخططك، كيف بدك تصير؟ يا أستاذ، يا محمد، أنت بدك تصير طيار شيء؟ هل هذا الأخ مستحيل يصير طيار؟ مستحيل، ما بده. بدك؟ تريد؟ ما بريد، مستحيل. أي سيدنا حجي، أنت بتحب تتزوج شيء؟ ما بده. مستحيل يتزوج زواجة تانية، يعني لأنه لا يريد. من لا يريد شيئا لا يصل له. ما بدي أخي، أنا ما بدي. وأول الإرادة التفكير في الموضوع. الرجل لا عم يفكر بزواج تاني، والرجل ما عم يفكر يصير طيار. مستحيل، لا هاد بيصير ولا هاد بيصير. طيب هلا يلي ما بده يصير ولي، يلي مو مفكر بهذا الموضوع، مو مفكر انا اصلا موضوع شو هذا ولي، ما هو اول مره عم بسمع هذه القصه، انا مو مفكر، مستحيل يصير ولي، ما مفكر الرجال. يا شباب، يا رجال، يا اخوان، يا اخوات، لازم تفكر ان تصير من الاولياء، ولازم تريد ان تصير من الاولياء، ولازم تسعى لتكون من الاولياء. يعني شو ساوي؟ الله عز وجل قال ألنا على الدرب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو مين هنن يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس أنت الحمد لله، نحن بفضل الله من جماعة الذين آمنوا، بيبقى عليك أن تضبط موضوع التقوى، وأنت بفضل الله ماشي بموضوع التقوى، بس بقي لك شوي هيك حتى تمسكها
يعني يا يحيى خذ الكتاب بقوة حتى تصير اتقوا الله حق تقاته. التقوى فعل المأمورات وترك المنهيات، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، هي هي التقوى. بس أتقن هذول الثلاثة مبروك، أنت صرت من أهل التقوى. لأن التقوى ترك المنهيات، منهيات حرام، ترك الحرام. المأمورات فرائض ونوافل، أتقن فرائضك أدي نوافلك، ثم بعد هذا أنت من الأولياء. الآن بتكون أنت وصلت إلى هذه رتبة الولاية، بعد هذا الأولياء داخل رتب الولاية لهم درجات، يعني في ولي بالدرجة الأولى، في ولي بالدرجة التاسعة، في ولي بالدرجة الخمسين. بس يا شباب لازم لازم، وإذا وجدت على الثرى والعمر محدود الحدود، فكن الفضيلة والكرامة أو فيا بئس الوجود. وجدت على هالأرض أنت وجدت، لا ترضى أن تغادرها قبل أن يكتب لك بإذن الله تعالى أن تكون من أولياء الله تعالى. فأحتحيا بخير وتموت بخير، وإن كان من حولك يبكي عليك يوم موتك، لكن أنت يوم سعادتك هو في ذلك اليوم، يوم تذهب إلى من واليته طيلة حياتك. فنحن عم نقرأ في سير الأولياء، ما في مشكلة تكون رجلا أو امرأة، تكون غنيا أو فقيرا، تكون وجيها أو بسيطا، تكون مدير شركة أو بتكون أصغر موظف، بس المهم أتقن هذه الثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. فنحن عم نقرأ بسير الأولياء، بركي بيعلى قلبك بعمل واحد من أعمالهم فتجتهد للوصول إلى رتبته، فتلحق برتبته إن شاء الله تعالى. فالحديث عن معاذة بنت عبد الله العدوية، عن زهير السلولي، عن رجل من بني عدي، عن امرأة منهم أرضعتها معاذة ابنة عبد الله، قالت: قالت لي معاذة: يا بنية كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، فإني رأيت الراجي له حريا بحسن الزلفى لديه يوم يلقاه، ورأيت الخائف له مؤملا للأمان يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم بكت حتى غلبها البكاء. هذه العبارة، هذا النص يتكرر في سير الأولياء بطرق متعددة. أهل التربية الروحية يقولون: السالك إلى الله يطير إلى حضرة الله تعالى بجناحيه الخوف والرجاء. إذا رأيت في نفسك تقصيرا، إساءة، كسلا، اجتراء، فداوها بدواء الخوف، خوفها من النار، خوفها من العذاب، خوفها من القطيعة، خوفها من العقاب، خوفها من السؤال، خوفها من الوقوف بين يدي الله، خوفها من يوم الآزفة، خوفها من الحاقة، من الواقعة، من الطامة، من الصخ، خوفها، اسقها دواء الخوف حتى ترجع تستقيم. وإذا رأيت في نفسك استقامة على درب الله فأبقي دواء الخوف بين يديك، لكن أملها برحمة الله، بعطاء الله، بكرم الله. إذا كنت في حياتك الدنيا زد جرعة الخوف، فإذا اقتربت من ساعة الأجل زد جرعة الرجاء. بالرجاء والخوف تستقيم، يستقيم الطائر والسالك في درب الله تعالى. أما إذا واحد قال: يا أخي حاجة لا تحاكوني عن الموت، ولا تحاكوني عن القبر، لا تحاكوني عن عذاب القبر، ولا تحاكوني عن عذاب الآخرة، ما بدي هالشغلة. في الغالب، في الغالب هؤلاء يكونون أحد أمرين: إما مرضى نفسيين فهو عنده رهاب الخوف، وإما أنه بعيد منهم، مو منضبط بالشريعة بنوب. غالب من يتكلم: أخي لا تحكي لنا عن عذاب القبر، لا تحكي لي عن الآخرة وعن عذاب جهنم، لا تحكي لي عن، حكي لي عن رحمة الله. في الغالب غير منضبط بأي ضابط من ضوابط الشرع، فهو يخاف أن يتحدث أحد أمامه بالموت وما بعده بسؤال الله عز وجل. ورب العالمين قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا شرا. في يلي شرا بده يرى. لماذا أنزل الله سورة الواقعة والطام والصاخة والحاقة؟ لماذا حدثنا أكثر من 98 اسما من أسماء يوم القيامة جمعها العلماء من القرآن والسنة؟ لماذا آيات القرآن الكريم تتحدث عن نعيم الجنة وعن عذاب النار؟ لأنه نفسي مثل نفسك لا تستقيم إلا بالتخويف. ليش كل الدول في عندها قانون عقوبات؟ ليش ما حدا بيخاطب الدولة بيقول لها إلغي قانون العقوبات؟ خلص حاجة تحكونا عن العقوبات والسجن والتعزير، ليش؟ خلص بلاش العقوبات. إذا الدولة، أي دولة بتلغي قانون العقوبات، شو بيصير بالبلد؟ بيفسد. ليش الشركات كلها فيها نظام عقوبات ونظام ترفيعات ومكافآت؟
ليش بالجامعات في نظام عقوبات وفي نظام مكافآت؟ ليش بالمدارس في نظام عقوبات؟ ليه؟ لا يستقيم، لا يستقيم حياة أي دائرة، أي شركة، أي مؤسسة، أي بلد، أي إنسان من دون أن يكون هناك تخويف من عقوبة وهناك رجاء بالطاعة. لذلك السالك إلى الله، أنت أدب نفسك، إذا وجدت فيها حرونة عن استقامة على درب الله، أنت روح لعند الشيخ قل له سيدنا حاكيني، حاكيني عن عذاب الآخرة، أنا نفسي أمارة بالسوء هذه النفس، أنا نفسي ما عم تخاف، أنا نفسي ما عم ترتدع، خليها ترتدع، خليها تخاف بصوت الخوف. لا سمح الله رأيت في نفسك اشتراء عن المعصية، تقصيرا في الفرائض، أنت ما بدك حديث عن الرجاء، بدك حديث عن الخوف، روح اتلو آيات التي تحدثك عن عقوبة من خالف أوامر الله عز وجل في الآخرة. خلي هذه النفس ترجع تستقيم. هلأ إذا رأيتها تمشي في درب الله عز وجل، أبقي الخوف بين يديك، لكن خذ من الرجاء من حضرة الله تعالى. فبتقول معاذة لهذه البنت التي أرضعتها، بنت بالرضاعة، بتقول يا بني كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، خايفة من حضرة رب العالمين، وبالمقابل أنا طمعان برحمة رب العالمين، خايف أن يحاسبني على ذنوبي وقد اطلع جل جلاله عليها، اسمع هيك أنا أؤمل برحمته وبعطائه لأنه اجتهدت وإنما كانت معاصي زلت قدم. يا أخوان، من كانت معصيته زلة قدم ترجى له التوبة، وانت ما في حرج، انت بتشبهني، انا تزل قدمي وانت بتزل قدمك، ما في احد، كل بني ادم خطأ، بس دير بالك ما تصير مصر على المعصية، دير بالك ما تصير مستسهل للمعصية، دير بالك ما تصير مستصغر للمعصية، دير بالك ما تصير داعية الى المعصية. يا شباب، واحد ابتلي بالدخان، ليش تروح تضيف رفيقك سيجارة؟ خلص لك اسكت، اسكت، اذا ابتليت بالمعاصي ما تروح تضيف الاخرين، شو بدك به الشغلة؟ واحد ابتلي بأرجيلة، لا تروح تعزم رفيقك على نفس أرجيلة، شو بدك بها الشغلة؟ أنت مبتلى ببلاء الله عز وجل يخرجه من قلبك، بس ليش تعزم الآخرين؟ ليش تحط صورتك على الفيسبوك وأنت حاطط لي هال 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 هالمنظر هذا؟ ما حدا دريان، ما حدا دريان بالموضوع، الله ساتر عليك، ليش عم تفضح نفسك؟ إذا زلت قدمك فورا استغفر، توب، ارجع، قل له يا رب ما تأخذني. إن الله تعالى لا يغضب على العبد يذنب الذنب فيستره ثم هو يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت وكيت. لا سمح الله واحد عينه يطلقها إلى المحرمات، لا تروح تدل على الآخرين على الموقع وعلى المقاطع وعلى الأفلام، شو بدك بهالشغلة؟ شو بدك بهالشغلة أن تؤذي الآخرين مثلما أنت مؤذى؟ أنت اضرع إلى الله أنه يا رب دخيلك اخرج من قلبي هذا الأمر، يا رب أبدلني بهذا النظر نظرا خيرا، يا رب أبدلني بهذا النظر نظر إلى ما يرضيك عني، يا رب تملأ عيوني من النظر إلى الكعبة، من النظر إلى مصحفك، بدل هذا النظر المقيت والدني. بس لا تروح تقول للناس وتخبر الناس. إذا زلت قدمك، كلنا تزل أقدامنا، تب إلى الله وارجع. وأنا بخاف من الله عز وجل نتيجة تقصيري أن يعاقبني، ولو حاسبني لهلكته، لكن أنا أرجو فضله وأرجو رحمته وأرجو توبته على التائبين، وأنا اندرجت في سلك هؤلاء. فبتقل معاذة، بتقل يا بني كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، إني رأيت الراجي له حريا بحسن الزلفى لديه يوم ألقاه، ورأيت الخائف له مؤملا للأمان يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ثم بكت حتى غلبها البكاء، على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. كل ما بزيد قربك من الله بتخاف أكثر، بتخاف لأنك تعرف شيئا عن عظمة الله وقديش أنت مقصر معه. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله جاهل. يعني بيجي بيقول لك روح، هلا أنت شاب لسه عمرك 20 سنة، إن شاء الله فكرك الله بيحاسبك، لك روح شوف أمورك، روح دبر حالك، بعمر 60 70 بتروح تقبل على المساجد. فآمن مكر الله بالله جاهل، ما بيعرف شيء عن حضرة رب العالمين، وخائف مكر الله بالله عارف. لذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبكي حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل،
لذلك كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان إذا هبت ريح يا أخوان نحن ما حدا بيناتنا بيفعل هيك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعبد خلق الله، أشرف خلق الله، أتقى خلق الله، قال إذا هبت ريح أو رأى غمام هيك في السماء يخاف، يدخل يخرج يدخل يخرج. تقول عائشة ما لك يا رسول الله؟ يقول والله أخاف أن تكون ريح كريح عاد وثمود، ليقوم هلأ تجي الأصاعقة تطيرنا كنا، مع أنه الله عز وجل أمن رسوله بأنه ما دام في المؤمنين الله ما بيعاقبون، بس هو يعلم شيئا من عظم قدرة الله وبطش الله وعذاب، بخاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا صار كسوف وخسوف، سامحوني نحن صار كسوف وخسوف، يعني خدوا لوحات هي تبع صور الأشعة وروحوا نطلع على مدري وين بدنا نطلع، يا الله شوف ما أحلاها شو صارت. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا عند الكسوف والخسوف أنه الناس روحوا تصلي ويطيل السجود ويطيل الركوع، مشان ريسما بعض الفقهاء قالوا الحكمة من هذه الإطالة صلاة الكسوف أو الخسوف ضل لها شي ساعتين ثلاثة، قال ريسما ينتهي هذا الكسوف والخسوف أنه مشان لا سمح الله إذا كان صاعقة بدها تجي هلأ تجي والناس راكعين ساجدين، وضراعة إلى الله أنه دخيلك يا رب ما تهلكنا. أي حاجة بقى هلأ كله بعلم الفلك كله معروف، قال شو كسوف وخسوف هذا عقوبة من الله، لا عقوبة ولا شيء، مظبوط عند الجاهل بحضرة الله تعالى هيك. ما هو الله عز وجل إذا أراد أمرا هيا أسبابه، كيف يهلكوا ناس؟ يهلكهم بالغرق، والغرق بيجيبوا ضمن نواميسه جل جلاله ضمن قوانينه، كيف يهلكهم بالريح بالصاعقة. على كل الأحوال يا إخوان يا شباب، اجعلوا جناحي الخوف والرجاء معكم في هذا الطريق، وكل منكم يعالج نفسه بما يجدها تسير إلى الله عز وجل نحوه، على أن الخوف لا يتحول إلى رهاب، لا يتحول إلى مرض نفسي. أنا بدي خاف من أجل هذا الخوف أن يحدوني إلى العمل، مو أن يقعدني عن العمل. سيدنا عمر بن الخطاب كان يخاف من الله خوفا شديدا، بس عمر بن الخطاب هو الذي دون الدواوين، هو الذي أسس للدولة، هو الذي كان أميرا للمؤمنين، هو الذي أطلق شرطة العسس، هو الذي يلي بخاف كتير بيشتغل كتير. هلأ شوفوا طلاب البكالوريا يلي كان بقلب السنة خايف كتير من الامتحان ومن الدراسة، درس كتير، وفي له رفيق قال له حاجة بقى لك لا تخاف، بكرة بيومين بتنقض الشغلة، قبل الفحص بيومين بعدين أنا بجيب لك الأسئلة، عود ترك لي هالكتاب من إيدك، ترك لي قوم حط هالشدة لشوفك. هذا آمن يلي آمن في الغالب لما طلعت النتائج يا راسب يا أما ناجح هيك على الشخطة، أما اللي كان خايف هو اللي نجح، هو اللي جاب علامات عالية، هو اللي فرح مبارح. من خاف أدلج، من خاف بلغ المنزل، من خاف دفع الثمن، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال وحدثتني أم الأسود بنت زيد العدوية كانت معاذة قد أرضعتها، قالت لي معاذة لما قتل زوجها أبو الصهباء وقتل ولدها شهداء في معركة من معارك، والله يا بنية ما محبتي للبقاء في الدنيا للذيذ عيش ولا لروح نسيم، ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة، لأنهن بلغوا منزلة الشهادة، أنا مالي بالشهادة بس عم بجتهد بالوسائل بركي الله بيجمعني. هلأ بس أنا انتبهت أثناء أنا عم بقرأ هذا الخبر، معنات هذه معاذ الولية من أولياء الله تعالى هي وزوجها كتير رواء، عم تتمنى أنه بس تموت تشمعه، وهي أولادها كتير هيك يعني في رابطة كتير قوية. فالولي ليس هو الذي يعتزل أمه وأباه وأخته وأخاه ويصير بيتقاتل معهم وبيتخانق معهم. أخي أنا ليش أنتوا شعلين التلفزيون؟ مرة إجاني هيك أخ صالح هو جيد وكذا، هو وأمه وأبوه متقاتلين، والأب إجا قال لي شو هذا يا أستاذ؟ قال لي بيعيط علينا وبيجي لعند إخواته، أطفوا التلفزيون، بدي أكسروا هذا التلفزيون، شو هذا أنتوا قاعدين هيك؟ ولا بيقعد مع أبوه ولا بيقعد مع أمه. قلت له ليش ما بتقعد معهم؟ قال لي لأنهم يتعاطون المنكرات. قلت له ليش شو يعني أبوك بيشرب شيء لا سمح الله خمور؟ قال لي لا بس بالحكي تبعهم. قلت له طيب ممتاز، ما أنت الله بعت لك ياهن، هلأ أنت الله هيك يعني ملأ قلبك، هو صالح هذا الأخ وخير بفضل الله،
ولا نزكي على الله أحدا، الله ملأ قلبك توجها إليه ومحبة له وانشغالا به، برافو عليك. وهلأ إجا هي والدك، هي أبوك، هي أخوك، هي أختك، هي أمك، يلا ساعدنا أنه يصيروا مثلك ويصيروا أحسن منك. أما ما تجي تتقاتل مع أمك وأبوك وما بدي أقعد معكم ولا بيروح معهم ولا بيجوا معهم. بقى هذه معاذة بنت عبد الله العدوية عم تقول إن شاء الله الله بيجمعني مع جوزي وولادي بالجنة. فأنت إذا صرت ولي مو معناتها تجي تتكبر على هؤلاء الناس وتجي تراهم بمظهر أنه أخي أنا بذكر الله، هدون عم يعصوا الله، أنا بحضر دروس، هدون بيحضروا لي مسلسلات، ماشي الحال، أنا بدي أقعد معهم. يا أخي أنت لما بتقعد معهم أنت افتح سيرة، بالتالي بيطفوا هالمسلسل وبيسمعوا منك يعني كلام، ويوم جيب لهم أكلة طيبة، ويوم اعزمهم على الدرس، ويوم روح اجلي للجليات لأمك، واليوم جيب لها لأختك هدية، يعني تستميل قلوبها، ويوم ادعي لهم. بعد فترة ما ملاقي غير أختك صارت تجي معك على الجامع، أخوك صار يجي معك على الجامع، والله أنا بعرف بعض الأخوة جاءوا إلى المسجد وآباؤهم يعني كتير بعاد، كتير بعاد، عائلتهم كتير بعيدة، هو بسببه هذا الأخ كل العائلة إجت، الأب والأخ والأخت والأم، شافوا تصرف صحيح، شافوا أخلاق عالية، شافوا أدب، واشتغل فيهم بالدعوة إلى الله، صارت أمه من الملتزمات، أبوه من الملتزمين، أخوه أخته. هيك يا أخواني يا شباب، هيك بدنا ياكن كل واحد بيناتكم يكون سبب في دلالة كل أسرته إلى هذا الطريق. هلا الحمد لله حتى أنتوا أسركم يعني أسر خيرة، ماشي الحال، بجوز يكون أخي مو كتير يعني راكز، بجوز يكون أبي، بجوز تكون أمي، ادعي لهم، خليك بقيام الليل تتوجه إلى الله، يا رب هيك تهدي أختي، تهدي أخي، تهدي أبي، تهدي ابني، تهدي زوجتي. ومع التحبب، مع الأسلوب الحسن، مع التصرف الجيد، بعد فترة ما منلاقي غير أبوك الحمد لله، الحمد لله سلك في هذا الدرب. فمعاذة سألت رب العالمين أن يجمع بينها وبين أولادها. آخر وحدة، قال روح بن سلمة الوراق: سمعت عفيرة العابدة تقول: بلغني أن معاذة العدوية لما احتضرت بكت ثم ضحكت. هلأ هي اللي عم نترجم لها، لما إجاها الموت بكت ثم ضحكت. قيل لها: مما بكيتي ثم ضحكتي؟ قالت: أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر، فكان البكاء لذلك. يا لطيف، شايف، يموت المرء على ما عاش عليه. يعني هي كل همها أنه لا، ما عاد خلص، ما عاد في صلاة، ما عاد في صوم، ما عاد في ذكر، بالدنيا كانت تجمع من هذا الشيء وتزداد به قربا إلى الله، بكت لهذا الأمر. في أخ بيحضر معنا عمل عملية، فراحوا بعض الأخوة معه على يعني على العملية مشان أنه هيك يوانسوه يعني في المشفى. لما طلع من التخدير، طالعوه من غرفة العمليات وبدأ هيك يعني شوي بالصحو، بس بقى ماله صحيان، صحو كامل، بيقول لي الأخ اللي كان معه، قال لي: أستاذ، طول ما هيك مخدر لبين ما فتح صار الله 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 الله، عم يذكر الله هو وماله وعيان بنص التخدير. يعني لكان اللاوعي هو انعكاس الوعي، انت شو الوعي تبعك بيطلع باللاوعي. هلا في واحد بجوز هيك كمان مخدر، بيقول بدي يبرق مع عصعيس، بدي كوسه محشي، بس يعني انت بقى فيك تفهم وين المخ، وين اللاوعي رايح. يعني واحد كره قدم، واحد غير هيك، في واحد مع الله عز وجل. فانت كتر الوعي تبعك في الطاعات، بصير اللاوعي كمان طاعات، بصير حتى المنامات. هلا في واحد دائما مناماته أكل وشرب وسيارين وما بعرف روحات وجيات، في واحد مناماته قرآن كريم وذكر وصلاة ودروس ومجالس علم ومشايخ، في هيك اللاوعي انعكاس الوعي. هلا نفس الشيء: لتموتن كما تنامون، وقت الموت كمان هيك، شو بدك تحكي آخر شيء وقت الموت؟ يلي بيشغل بالك طيلة حياتك، يلي بيشغل بالك طيلة حياتك حتلاقيه عند الموت. فمعاذة: مما بكيتي؟ قالت: أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر، فكان البكاء لذلك. وأما الذي رأيتم من تبسمي وضحكي فإني نظرت إلى أبي الصهباء زوجة قد أقبل في صحن الدار وعليه حلتان خضراوان وهو في نفر، والله ما رأيت لهم في الدنيا شبها. من هدول؟ ملائكة. فضحكت إليه ولا أراني أدرك بعد ذلك فرضا، ترى يمكن ما لحقنا. قال: فماتت قبل أن يدخل وقت الصلاة.
أدركت معاذة السيدة عائشة وروت عنها، وروى عن معاذة الحسن البصري، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم ألحقنا بعبادك الصالحين.